بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا لسه مع الاوبريتورز بتاعة الكوتلين. هناخد مراد الاوبريتور اللي اسمه رينج. الرينج دوت الاوبريتور دوت بيستخدم عشان نقدر نشوف رينج بتاع قيم معينة. هنيجي نستخدم الرينج اوبريتور ده بيعمل اتريتنج ايه خلال الرينج بتاعك، بيبدأ يعني يشتغل على خلال الرينج بتاعك، وممكن كمان نحدد له حاجة اسمها الستيب. ممكن نحدد له حاجة اسمها سيب، يعني مثلا var result بتساوي 4 ان من 1 ل 10 ولا لا، لكن الاربعه موجوده في الرينج من 1 ل 10 رسمت هنا النقطتين. خد بالكم ان ده كان اوبريتور اخذناه قبل كده، فالمفروض يرد عليا بترو او بفولس. لكن تعالى نعمل كده كوتلين فايل عشان نجرب المثال اللي احنا عملناه ده. لذيذ او النقطتين دول بس ببساطه. نشوف رقم الاكزامبل السليم ونجيب المين فانكشن بتاعتنا، وتعالى نعمل فاريبل كده فال مثلا اكس واديها 5، وهقول فال واي مثلا، هقول برنت على طول الاكس. هنشوف بقى الرينج بتاعنا. فهقول مثلا برنت اكس، هل هي موجوده من 1 تو مثلا 10 ولا لا. فالمفترض كده اكس ان من 1 ل 10، فالمفترض ان هي طبعا تطلع ايه، تطلع ترو صحيح، على اساس ان احنا فعلا من 1 ل 10. هطبعها بس كده في النتيجه عشان تبقى ظاهره، واقول بيساوي كمان، ممكن نحط بيساوي مش مشكله، بس المهم ان ايه نقفل ايه الاقواس بتاعه اللي هو البريسيدنس عشان يطبق اكس ان من 1 ل 10 على بعضها. وطبعتها تاني وهقول مثلا هل الاكس ان ممكن نقول بقى هنا مثلا الخمسة، هنا نقول مثلا 5 مفيش مشكله، اللي هي الاكس يعني قيمتها كاكس يعني قيمه الاكس. بس المره دي هقول مثلا من 6 ل 10 وهشوف النتيجه بتاعتي لما يقول لي من 6 ل 10 هتبقى مظبوطه ولا لا. وهعمل سبيس كده او بيساوي اللي احنا عشان بس شكل الطباعه يتنسق. وتعالى نعمل رن. الاولانيه طبعا المفروض تجيب لي ترو لان الخمسه من 6 ل 10 من 1 ل 10، اما الثانيه هتجيب لي ايرو، هتجيب لي فولس لان مش الخمسه مش من ايه، مش من 6 الى ال 10. وادي النتيجه مظبوطه زي ما احنا قلنا.